الظهيرة نيوز والذي يتمحور في شقه الأول حول مقتل 13 عسكريا فرنسيا في تصادم مروحتين بمالي. سنطرح كما ذكرت سابقا أي استراتيجية للجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية، ومن أجل هذا ينضم إلي في الأستوديو الأستاذ مختار مديوني عقيد متقاعد. أهلا بك سيدي. أهلا بك وشكرا. شكرا لحضوركم كذلك. إذن 13 عسكريا راحوا في هذا التصادم للمروحتين بمالي. الآن السؤال الذي يمكن أن نطرحه، لماذا هذا التدخل الفرنسي في شؤون المالية؟ هل نستطيع أن نقول أن مالي اليوم ليست قادرة على حماية حدودها؟ اولا احنا نتاسف لحادث مروحيتين، لان كنت طيار مروحيه، والحادث هذا يكون يعني في بعض العمليات فيه تصادم بين المروحيات، وهذا شيء يعني من الطبيعي انه يجرى في الاخر. ما باش نرجع للسؤال تاع تدخل فرنسا في المالي، لماذا؟ لان اولا لازم نفهم بان القضاء على معمر القذافي في ليبيا، وكان تدخل فرنسي هناك مع ساركوزي للقضاء على قذافي، قضاء على الاستقرار الافريقي، استقرار منطقه الساحل، لان اليوم ما يشغل مالي، عندنا المالي، عندنا بوركينا فاسو، عندنا النيجر، عندنا الشاد، مجموعه من الدول، وفيه مجموعه من الدول اللي هي اليوم حتى ليبيا، يعني ليبيا اللي هو المشكل الكبير هو ليبيا، لان كل الاسلحه هذه اللي اليوم يستعمل فيها الارهاب في منطقه الساحل افريقي، فهذه الاسلحه خرجت من ليبيا، خرجت من ليبيا لما انهار نظام، يعني وهذا هو انهيار نظام في ليبيا اللي جعل ان الفوضى عمت في الشوارع، وصبحت الاسلحه اليوم هي اللي تتكلم، واسلحه كبيره كانت عند ليبيا. لو ليبيا يعني حتى في ذاك المشكل اللي كانت ازمه سياسيه، ازمه اجتماعيه، لو تفاداوا الشيء اللي كان قاعدوا في الاطار القانوني تاع تنظيم الدولة تاعهم، ما كانش يصرى الشيء هذاك. ولكن فرنسا أصبح عندها عدو في إفريقيا وهو معمر القذافي، لأن فرنسا أو كل البلدان اللي هي استعمرت إفريقيا ما زال عندها يعني عندها ديزانتيري استراتيجيك ونيفو دو لافريك، ولكن ضعف البلدان الإفريقية هي اللي سمحت بالتدخل الأجنبي في المشاكل الداخلية، لأن حتى المشكل تاع المالي كان فيه ملتقى في الجزائر، والجزائر لعبت دور كبير لي يعني حتى نجمع بين كل الاطراف اللي كانت هي في الازمه الماليه، ولكن كانت فيه دول اجنبيه اللي جعلت ان اقتراح الجزائر او كما يسمى بليزاكور دالجي يعني ما تمشاوش بصفه سريعه، لان الاستقرار في المالي ما يفيدش المصالح تاع فرنسا. المالي عيطت لفرنسا لان مالي ما عندهاش جيش قوي، ما يكونش عندك جيش قوي، يعني مالي اعترفت بضعف جيشها في الاخير ولذلك سمحت بهذا التدخل. سيدتي كل الجيوش الافريقيه ما عندهمش يعني الامكانيات لمواجهه شيء كما اللي راهو صاري في الارهاب، وهذا ارهاب دولي، لان اليوم حتى كي نرجع للمنطقه الجيوستراتيجيه، منطقه الشرق الاوسط اليوم محاربه داعش في سوريا وفي العراق، صحيح. لما يرجعوا هاد الناس هادو يرجعوا المنطقه اللي فيها، لان كما يقول لك لا ناتور اورور دو فيد، يعني الفراغ اللي كاين القانوني، الفراغ يعني تاع الجيوش اللي ما كانش في افريقيا، هاد الناس ستنسحب ليبيا. ولهذا احنا اليوم نتكلم عده مرات، الحمد لله يا ربي اللي جيشنا قوي، ويعني الجيش تاعنا حتى باش نتكلم على الخبره تاعنا، اصبحنا خبراء في مكافحه الارهاب، الجيش الجزائري اصبح خبير يستعين به الدول العظمى، ونقول لك حتى امريكا تستعين يعني فيما يخص الخبره تاع الجيش الجزائري في محاربه الارهاب. هذه الخبره ما ديناهاش يعني باطل، ديناها بالتضحيات، ديناها بالتدريب، ديناها ب اون ابري لي لوسون، اون ابري بوكو دو لوسون دون لا لوت انتي تيروريست. ولكن الارهاب اليوم في افريقيا، حتى نرجع اذا سمحتي، وانا على بالي بلي الوقت تاعك ضعيف، يعني حتى باش نحارب الارهاب في افريقيا ما نحاربوش الا بالسلاح. صحيح. محاربة الإرهاب يعني عندها كاين يا بوكو دو بارامتر أن ميتر أون إكزيرك بور إيسيي دو كومباتر لا نوبيلوز تيروريست اللي هي داخلة في حتى في التهريب تاع المخدرات. صحيح. لأن الإرهاب باش يعيش لازم له نقود، والنقود تجي من التهريب. راك تشوفوا الجيش تاعنا
حتى احنا الجيش تاعنا حارس للحدود، يعني حتى المهربين يقفهم الجيش تاعنا، لان التهريب تاع السلع، التهريب تاع المخدرات هو عامل. والجزائر كانت من الاولى اللي في الامم المتحده طلبت ان تكون محاربه الاموال تاع المنظمات الارهابيه، لان اذا ما قطعناش التموين يعني المالي لمحاربه الارهاب ما قضيناش على الارهاب. ولكن انا قلتها في 2014 قبل ما تصرى يعني كخبير لي زاتونتا دو ان فرانس، قبل يعني شارلي يبدو، رحنا قلتها في اكتوبر 2014 في شاشه تلفزيونيه، قلت لو فرنسا والدول اللي استعمرت افريقيا ترجع شويه تاع الخيرات اللي اداتهم من عند افريقيا حتى نعمل معامل وزينات الى اخره، ان الافريقي يستقر في القاره تاعه، ما يروحش للبحر وما يروحش للارهاب. صحيح، هذاك هو العامل اللي نتيجو نحاربوا به الارهاب، لان حتى فرنسا تجيب كاع الجيش تاعها ما تقدرش تقضي على الارهاب في بلدان افريقيه، لان لازم تكون عايش في المنطقه باش تعرف بلي منطقه افريقيا منطقه صعبه. وربما مثل هكذا أزمات هو ما يعزز ويغلغل كذلك الإرهاب في هذه المناطق. على ذلك اللي احنا اليوم حتى احنا اليوم في الجزائر، لما نطالب بالتفادي الفوضى في البلاد. صحيح. نطالب بأننا نبقى في الإطار قانوني، إطار دستوري اللي يحمانا من الانزلاقات. يعني هذا الشيء هذا يحمي البلاد، لأن كنت عم الفوضى في البلاد. كل هاد الناس اللي تشوفيهم يجوا، حتى لان الجزائر بلد شاسع، الجزائر هي قاره، ولكن الحمد لله بفضل الجيش اللي هو ساهر، فيه محاولات لاختراق الحدود، فيه محاولات للمس حتى بالحراك، وكانت فيه يعني دي زوبيراسيون وين الجيش الوطني الشعبي قف يعني الى اريتي دي تيروريست كي سابريتي باش يطردوا نفسهم في وسط الحراك. وهذا من الكلام اللي يقوله رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي سياده الفريق وزير الدفاع ورئيس اركان، لما يقول اننا نحمي الحراك وان شاء الله قطر الدم ما طيحش، والشيء اللي وفى به من 22 فبراير باش توصلي لهذا الشيء هذا في يعني حتى 300,000، هذا هو الماكسيموم اللي راه يخرج في الجزائر، في الجزائر العاصمه 300,000 ماهيش شيء سهل. لما قلنا ما ندخلوش الجزائر العاصمه في ما كانش منع للحريات، ولكن هو تسيير للازمه، سكون ابيل لا جيستيون دو ريسك، تسيير للخطر، لان لا جيستيون دو ريسك خطه الطوارئ كذلك التي وضعت من اجل تفادي سفك الدماء. لان لو نتخيل ان يكون فيه حتى زلزال في الوقت اللي يكون فيه الشعب في الشارع راهي تكون كارثه. ولهذا اللي لازم الناس تتفاهم ان لا جيستيون دو ريسك اوبيراسيونيل كونت يساجي دو تروبمون كيما هادو هي كاين مسؤولين اللي وشفنا يعني الحادث اللي صرا في يوم سولكين. لو كانت فيه دراسه مسبقه في في لو مانجمنت لو ريسك مانجمنت، قال هذا ستاد اسكو تقول ندخلوا له نخرجوا له، كان ما يصراوش الضحايا. صحيح. سي بور سولا دونك اليوم الجيش الوطني الشعبي هو حامل الوطن، حامل لشعبه ولترابه بفضل كل المجهودات اللي قدمها منذ 20 سنه وسنوات التسعينات، اعطتنا تجربه عالميه في مكافحه الارهاب. طيب الان حتى نغلق قوس الجزائر ونعود للموضوع الاساسي وهو خساره بشريه كبيره خلفتها هذا الاصطدامين الكبيرين للمروحتين. لو نتحدث عن هذه الخسارة بالنسبة لفرنسا أستاذ. خسارة لفرنسا تعتبر خسارة كبيرة، لأن 13 فيها 12 ضابط و 6 ضباط، 6 صف ضباط و يعني 13 وجندي يعني من مرتبة جندي، لأن في المروحيات هذول اللي كانوا في زوج، لأن في مطاردة الإرهاب اون جينيرال نستعملوا زوج مروحيات او ثلاثه، حتى الثلاثه دي فوا ونفرو حتى المروحيه اللي تصور الحادث اللي تصور المعركه او المطارده. ولكن هذا لو تيغر باسكو يا يعني هيليكوبتر دو تيب تيغ تايجر، يعني من نوعين مختلفين، من نوعين مختلفين، والثاني هو من نوع كوغار على امازون اللي هو مستعمل كما نقولوا احنا هيليكوبتر دو مانوف، هذا الهيليكوبتر يرفد جنود ويحطهم في منطقه للمطارده. لازم هذا التيجر هو اللي يعس عليه، يعني سكون ابيل
اون بروتيكسيون ايريان دو لا دوزيام اباري. ولكن هنا على حسب ما شفت اول يعني النتائج اللي تكتبت في الصحف كانوا في على الساعه 7:40 دقيقه مساء، يعني كانت الليل مغرب. ثانيا كانوا على يعني علو منخفض جدا. نعم. الوغ كو اون برانسيب في عمليه كيما هذه التيجر اللي لازم يحمي الاخر يكون عالي عليه. عالي. يكون عالي عليه، وانا هما نظن كانوا متقاربين لبعضهم بعض. صحيح. ولكن الشهاده يسرى. هي خساره كبيره لفرنسا، خساره لان كي نشوفوا فرنسا نشوفوا دوله من دول لو كونسيل سيكوريتي، من دول العظمى يعني لي بويسونس ميليتير دون الموند. يعني سي فري في اون اوبيراسيون في الصحراء اللي ماهيش فيها تضاريس كبيره، يعني باش يكون اصطدام تاع مروحيتين، يعني خساره كبيره وتمس بالمعنويات تاع الجيش الفرنسي حاليا، لان ما كانش فيه الخساره تاع المروحيتين. عندها اسابيع كان فيها يعني صحيح. هجوم ارهابي، هجوم ارهابي في الفتح من نوفمبر، فتح من نوفمبر وماتوا فيه يعني جنود فرنسيين كذلك. نظن اليوم لازم فرنسا، ولا احنا حتى الجزائر كانت من الاوائل اللي كانت طالبت ان تكون قوه افريقيه هي اللي تحمي افريقيا. علاش نجيبوا الاجانب حتى تفني صحيح. يعني صحيح. كل الافارقه يديروا اليد في اليد، يعني نحلوا المشاكل تاعنا بنفسنا، لان المشكل تاعنا ماهوش دون ادنى تدخل اجنبي في شؤوننا. عندنا تدخل اجنبي، ولكن التدخل الاجنبي لازم نفهموه، هما اللي يدافعوا على حقوقهم. لان كي نشوفوا منطقه النيجر، منطقه غنيه باليورانيوم. صحيح. يعني يا هل ترى الشعب النيجيري هو اللي يستفيد من اليورانيوم تاع النيجر؟ ما يستفيدش منه، تستفيد منه فرنسا. يعني هذا التدخل الاجنبي لما يسيب بلدان ضعيفه، ولكن التدخل الاجنبي حتى وكذا كاين فئات حاليا الطالب به، ورانا نشوفوا واش راهو صاري على مستوى اليونيون اوروبيان، يعني ولا البرلمان الاوروبي. يعني كي نشوفوا الناس هذه اللي تروح للخارج باش طالب التدخل تاع الدول الاجنبيه في الشؤون الجزائريه، هذا الشيء هذا راهم كيما يقول لك سكون ابل سي ان كو دي بي دون لو، يعني راهم يضربوا في الماء بسيف. لان الجزائر موحده، جيشها قوي، والجزائر تاريخيا من وقت جدودنا جامي اون اكسبتي انترفونسيون دان اترونجي. حتى في العراق، وانا قلتها في بلاطوات وقلتها حتى كي كنت يعني كملحق عسكري في امريكا، تكلمت مع الامريكان على فيما يخص التدخل في العراق. قلت لكم ما فهمتوش شيء، كنتوا حاسبين ان لا سوبيريوريتي تكنولوجيك تاعكم هي اللي تعطيكم يعني الفرصه انكم تستولوا على العراق. لو درستوا سوسيولوجيه الشعب العراقي كنتوا ما تدخلوش، لان العراقي والعربي لا يقبل بالتدخل الاجنبي. واذا تدخل الاجانب ما يربحوش، لان يعني شفنا كل التدخلات الاجنبيه واش دارت. صحيح، بدات بالفشل وكذلك كبتت خسارات للدول التي تدخلت. ولو يحوسوا حتى يهربوا برك، كيف يخرجوا برك؟ في العراق، في سوريا، في ليبيا اليوم، لان ولم يجيدوا الخروج لحد الساعه، لم يجيدوا. ما عرفوش كيف يخرجوا من افغانستان. صحيح. يعني التدخل الاجنبي ما يخدمش مصالح القوات اللي تتدخل. وما يخدمش مصالح الشعوب، لان خيرات الشعوب او الوقت اللي عندنا اننا نخلي الاجانب تتدخل فيه في امورنا، هذا تضييع وقت، لان كل ازمه تتحل بين ولادها. صحيح. لو بروبليم تاع الجير والجيريان يسوري كونت لي الجيريان. لافريك سي بور لي افريكان، اي لافريك دوا بروندر اون شارج سي بروبر بروبليم اي ال بو لي ريزود لافريك. اوجوردي تو سكي امبورتي اون افريك كوم تيروريزم il est orienté il est manipulé par des puissances étrangères. شفنا حتى حاليا يعني عندها 3 شهور 4 شهور، حتى اسرائيل عندها قاعده في تشاد، في النيجر. يعني نشوف باللي حتى اسرائيل دخلت في المنطقه الاحتلال. نعم. يعني باش الشعب يفهم، هذا الشعب الجزائري، هذه البلدان انا نتكلموا عليهم هي في حدود تاعنا. يا هل ترى نسمح بالفوضى تاعنا؟ بالفوضى تاعنا اذا ما ديناش العبره اننا بلد واحد وننجموا نخرجوا منتصرين من الازمه السياسيه هذه. صحيح. هل نسمح للتدخل الاجنبي في امورنا؟ طبعا لا، وهذا اكيد من المستحيلات السبع الذي لا تقبله هو الجزائر، وتعيد دائما وتكرر انه
لا وجود لتدخل أجنبي في الأزمة السياسية الموجودة دائما في البلاد، ولا تزال ونحن سائرون أكيد لحل هذه الأزمة إن شاء الله بالانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019. نعم أستاذ، عندك تدخل؟ إذا سمحتي، أنا في المدة الأخيرة كنت في البرلمان الأوروبي، وكان عندي يعني لقاء سيبث في التلفزة يوم الخميس في قناة حوار تي في، يعني مع ماري أرينا اللي هي رئيسة لجنة حقوق الإنسان، وهي تكلمت دخلت في الشؤون الجزائرية، ولكن دخلت كي نشوفوا القانون، دخلت لأن عندنا سكون أبير أن أكور داسوسياسيون، يعني مع 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 الاتحاد الأوروبي، وهذا يسمح لهم أنه يكون عندهم يعني النظر في بعض القضايا اللي تمس بحقوق الإنسان. ولكن تكلمت معها لأن كنت عندنا دبلوماسية قوية، كنت عندنا دولة، لذلك لأننا مقلقين وين تنديروا الانتخابات، دولة قوية بقوة يعني برلمان قوي منتخب من الشعب إلى آخره. حتى احنا عندنا ما نقوله في أوروبا، لأن حتى في أوروبا حقوق الإنسان ماهيش كي تشوفي يعني باخرة قاعدة أفارقة يموتوا فيها كل يوم في باخرة مقابلة إيطاليا، وإيطاليا ما تسمح لهاش بالدخول، هذا ماهوش مسبه بحقوق الإنسان، وهذا الشيء اللي تكلمتوا. يعني احنا فاني كجزائريين عندنا شيء كبير نقولوها على حقوق الإنسان، اللي هي في فرنسا، في 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 بولونيا، في في الهنغري حاليا، لما تطلع الاكستريم دروات يعني في لي بي هادو، شوفي المس بالحقوق، يعني اصبحنا نديروا البارح نشوف ان مرأة بالخمار تاعها هي حاليا في لانازا، يعني طالعه باش يعني تدرس. يعني العلم وكذلك التطور اين وصل، ونحن لا نزال نتحدث عن ارهاب وتدخل اجنبي. حتى نعود كذلك لموضوعنا، نحن نفتح اقواس ثم نغلقها ونعود الى الموضوع الاساسي. اي استراتيجيه الان يمكن أن تتبعها الجزائر لحماية الحدود ولمواجهة كذلك التحديات الإقليمية الجارية بدول الجوار وكذلك دول الساحل؟ سيدتي، حاليا إذا وأنتم على 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 أنا على يقين أنكم صحفيين، ويعني وطلعوا حتى في الشيء اللي صاري في سكون أبيل الشبكة الاتصال يعني الاجتماعية لريزو سوسو، فيه تكالب على الجزائر، فيه تكالب على الجزائر للمس بكرامة الجزائريين، للمس بالأمن القومي للوطن، فيه أكاذيب، فيه انتقادات اللي ما عندهاش معنى، وفيه طلب حتى من الأجانب أنهم يتدخلوا في الشؤون الجزائرية. حتى أنا قلتها يعني لما كملنا البلاطو لرئيسة لجنة حقوق الإنسان، كلمنا على البرلمانية الفرنسية اللي جات وراحت المنطقة بتجاية وتم القبض عليها ويعني يحاوزوها، قلت لها يا هل ترى عندها الحق أنها تجي؟ قالت لا، ما عندهاش الحق، لأن احنا فاني أسكو راحوا برلمانيين من عندنا ورحنا شفنا لي جيلي جون، يعني لا. الاحترام تاع، ولكن حاليا فيه تكالب على الجزائر، فيه بلدان اللي هي تخطط، لأن كنا في البرنامج تاع سوريا وتاع، ولكن هربنا شوية، هربنا لهم، ولكن البرنامج مازال سليم مفعول أنهم يحطموا البلاد هذه. صحيح. فضل جيشها، فضل وحدة شعبها، لأن الوحدة تاع الشعب شيء مهم. عندنا مشاكل ما نقدروش نتفقوا على كل شيء، ولكن نتفقوا على حاجة، أننا نخرج بطريق آمن لمرحلة، يعني حتى كي نتكلم اللي قلت لي الخطة، الخطة هي الذهاب للانتخابات، حتى الانتخاب تاع رئيس، انتخاب رئيس في الجزائر ماهوش الحل. صح. هو بداية الحل، لأن عندنا قوانين كبيرة اللي لازمنا نراجعها، كي نشوف الإضرابات اليوم، وهذا شيء من هذا التحرش على الجزائر، لأن حتى يعني أنا نحسن العون تاع العمال، نقص يعني المدخول، هذا كل شيء عندهم حق فيه، ولكن لماذا في الوقت هذا؟ لماذا في الوقت هذا؟ لأن فيه تحريك من الخارج أننا نحرك الشارع ونخلق يعني ونأزم أنكور، يعني أزمة بإعاز من أيدي خارجية. هي كان من الواجب أننا نتحد للخروج من الأزمة بطريقة سلمية، ولكن نبقى متجندين. أنا الشيء اللي نطلبه أن الحراك أو الشعب، لأن الحراك والشعب كيف كيف، يعني الناس بغات تدير، حتى يقول لك لا ماجوريتي، الناس ولا تهدر يقول لك لو بيب نو فو با، الشعب ما بغاش. أختي أنا كي نديروا الحساب تاع الحراك في كل ولايات حتى تندو في لما يخرجوش، انا نعطيهم 100,000، انا ما نحقوش 400 و 4 ملايين يعني الناس خرجت في الاسبوع،
احنا رانا 24 مليون و800 ناخب يعني، و20 مليون هذيك ماهيش جزائريه. لهذا اللي لازم لنا نديروا اليد في اليد اننا نذهب للانتخابات، لان الانتخابات ليست هي الحل ولكن هي بدايه الخروج من الازمه، حتى نعطي الفرصه للشعب هذا والعمال هذو ان يكون برلمان، يكون حكومه اللي تعطيهم حقوقهم، لان الحقوق هي مستعجله. يعني باش يبقى المدرس عايش تحت سقف يعني لو سوي دو بوفرتي سي با نورمال، باش يبقى يعني الطبيب نقيسوه في بلاصه ما عندوش ستيتوسكوب، يعني هذا مش ممكن. ولكن الا حكومه شرعيه منتخبه اللي تنجم تحل كل المشاكل اللي راهي مطروحه وهي مشاكل حقيقيه. وحتى رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي من البدايه قال ان المطالب تاع الشعب هي مطالب شرعيه. طبعا 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 هي شرعية أكيد. دعنا نتحدث كذلك عن تقرير سنوي حول الإرهاب في العالم، حيث أكدت كتابة الدولة أن الولايات المتحدة والجزائر كذلك يربطهما تعاون في إطار القضاء على الإرهاب وكذلك تبادل الكفاءات وتعزيز الشراكة القائمة في مجال مكافحة الإرهاب. لو نتحدث عن هذه الشراكة وأينما وصلت لمجابهة الخطر الآتي من دول الساحل. إذا سمحت لي نرجع للتسعينات، نرجع للتسعينات لما الجزائر واجهت الإرهاب وحدها، وهذه قلتها يعني في وغادي تسمعوها في البرلمان الأوروبي. في التسعينات كنا وحدنا، ما كانتش يد تمدت لنا باش تعاوننا، باش تعاوننا لو كان معنويا. كان فيه امبارغو الجزائر وكانوا يطالبوا فينا اننا نذهب نواصل الانتخابات. اليوم كي بغينا نمشوا للانتخابات كاين بعض الدول الاجنبيه اللي تقول لك لا ما ديرش انتخابات دروك. يعني كانوا دايرين لنا مخبر تاع تجربه، نشوفوا هاد الاصوليين وهاد الارهاب الاصولي. السلميين لانه هما انبهروا بسلميه الحراك. هما انبهروا دروك ولكن في التسعينات بنرجع. احنا في التسعينات حربنا ضد الارهاب. قلناها وعلمنا اوروبا، علمنا الغرب، علمنا العالم كامل ان المشكل الجزائري تاع الارهاب مش مشكل خاص بالجزائر، لان الارهاب اصبح اليوم يعني خطوره على العالم، على استقرار العالم كامل. يعني لي زيفانمون دو 11 سبتمبر، يعني لما وقعوا الاحداث تاع امريكا في 11 سبتمبر 2001 للناس كاتب اللي كان الارهاب، ولكن احنا كنا عشناه من التسعينات حتى 2001. يعني باش تشوفي يعني الشيء اللي فوتناه كجيش كمواطنين عزل، الا رحمه يعني ربي سبحانه اعطانا القدره كجيش اننا نتكفل بشعبنا. المناطق اللي كانت معزوله استقر فيها الجيش حتى يحافظ على سلامه المواطنين، وهذيك هي الشيء اللي كان راسخ في التاريخ تاعنا ان الجيش الوطني الشعبي هو من الشعب. ولهذا اللي تفادينا خطوره كبيره، ولكن قامت لنا ارواح، قامت لنا. اليوم كي نشوف كاين اصدقاء قبل عن يعني اصحابنا اللي راهم اليوم بلا رجلين بلا يدين، ما كانش دابع الفيرما تاعو كان يدافع على بلاد. صح صح. اعاده الاعتبار للناس هذو كله في سبيل الوطن، وهذه كما داروا اسلافنا الشهداء. يعني يا هل ترى اليوم كي نشوف ناس تخرج تقول لك اريد الاستقلال، يعني الشهداء هذو اللي ماتوا باش تقلينا ماتوا على واش؟ على اي شيء. صح. اصحابنا اللي في التسعينات اللي مات مات واللي راه معطوب يعني معطوب حرب. صح. صح. على واش؟ هذا ماهوش استقلال. يعني كاين رجال اللي مدت. اما نرجع حتى لامريكا، لان مقاومه الارهاب هي استراتيجيه عالميه، ما نقدرش نقاوم الارهاب في المالي بدون استراتيجيه عالميه. ولهذا اللي التنسيق مع كل القوات اللي هي داخله في محاربه الارهاب شيء لازم يكون منه. واحنا عندنا علاقات مع كل الدول فيما يخص محاربه الارهاب، فيما هي دي كونفونسيون جوريديك الى اخره، حتى نطارد الارهابيين هادو، حتى نسترجع حتى يعني نحي الاموال تاع الارهاب الى اخره. وحتى كذلك نحمي حدودنا الجزائريه، لانه يوقع على مستواها الكثير والكثير من الاشياء امثال التهريب وغيرها، واللي يستفاد منه كذلك لانه بالنسبه للارهاب هو تمويل. سيدتي والله قسما بالله العلي العظيم في محاربة الإرهاب في الجزائر حتى اليومين هذا، لأننا شفنا كانت فيه عملية إرهابية ويعني سجنونا 3 جنود يعني في الأسبوع الماضي. محاربتنا للإرهاب هذا فيما يخص العلاقات مع الدول اللي هي يعني مخصوصة التجربة الجزائرية، التجربة الجزائرية تفادات الدول العظمى وما نقولش سماواتهم، لأن كان
كاين بعض الكلام اللي ما نقدروش نقولوه كعسكريين او كناس في التقاعد، نخلوا الشيء للتاريخ، اننا سمحنا لبعض الدول العظمى انها تتفادى يعني ديزاتاك تيروريست او ديزاتونتا تيروريست في البلدان تاعهم براس الخبره تاع الجزائريين. وهذا الشيء هما مستعرفين به ويشرف الجزائر ويشرف الجيش الجزائري، لان الجيش الجزائري اليوم اصبح من اعظم الجيوش في محاربة الإرهاب بفضل استراتيجية التكوين، وخاصة بأخذ بعين الاعتبار التجربة المؤلمة اللي عشناها، ولكن درسناها للإطارات اللي راهي اليوم، وأصبحنا عندنا كفاءة كبيرة فيما يخص محاربة الإرهاب. طبعا هذا أكيد فخر للجزائر ولجيشها الأبي وكذلك لشعبها. أستاذ مختار مديوني عقيد متقاعد، شكرا لكم على حضوركم معنا وعلى هذا النقاش. شكرا لكم سيدي. العفو، أهلا. إذا مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير نستهل الشقة الثانية المتعلق بالجانب التربوي بعد الفاصل.